مساء الخير كيفكم بتمنى تكونوا بألف خير صبايا نحن خلصنا المعزة الدلال دلال وفهم التحليل والشرح والتلخيص كامل صح؟ طيب نيجي للتذوق الأدبي التذوق الأدبي هو عبارة عن صور فنية سمات عواطف إلى آخره هلا بحكي لنا السؤال الاول بين الصوره الفنيه فيما ياتي فتبرز حضارات وفي مبادئها واقعة بثوب الرحمه طبعا انا شرحت لكم اياه من خلال الشرح صور الحضاره بشخص يرتدي ثوبا وشبه الرحمه بهذا الثوب اول ما تعلنه مبادئ حضارتنا صور مبادئ الحضاره الاسلاميه بشخص يعلن شيئا وينشره إنهن جارات لنا ولهن علينا حق تذكروا هذا الصحابي هو صور النمل بالجار الذي له حق الضيافة طيب وضح الصورة الحركية والصوتية في كلمة عجة طبعا نحن عارفين إنه الحركة عبارة عن حركة تمام والصوت أنت إيش بتسمعه فصورت الطائر القتيل يصيح بأعلى صوته طالبا من الله عز وجل إنصافه ممن قتله ظلما طيب اتسم النص بسهولة الألفاظ ووضوحها اذكر سمات أخرى سمات معناها خصائص بدنا صفات تانية أنا كتبت إنه الاستدلال من القرآن إيه كمان في عنا الصحابة في عنا من الولاة تمام وصدق العاطفة ما العاطفة العامة التي تشيع في النص الاعتزاز بالمبادئ الإسلامية هيك أنا بكون خلصت المعجم التذوق الأدبي بدي أبلش بالقضايا اللغوية القضايا اللغوية هو عبارة عن شرح مجموعة من القواعد أخذناها سابقا سواء كان بالفصل الأول سواء نحن بالمراحل الأساسية أي مكان أنتو أخذتوها وبأي صف تمام استخرج بحكي لنا اسم كان وخبرها وخبرها نحن بنعرف أنه كان كان وأخواتها هي عبارة عن أفعال ناقصة ليش سميناها أفعال ناقصة؟ لأنها لا يوجد لها لا فاعل ولا مفعول به ناقصة فلازم في تدخل على الجملة الإسمية على الجملة الإسمية تمام؟ وكان أخواتها 13 فعل كان ظل بات أصبح ليس ما زال ما دام وأمس أضحى كتبتها لا ما كتبتها عندي ما فتئ ما برح وما انفك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سبع, تسعة عشرة احداش عشر ضل واحد هسا بس اتذكره تمام، هاي لازم يكون تحتوي على بعدها يبيجي اسم مرفوع وخبر منصوب، ممكن الإسم يجي اسم ظاهر، أو ضمير متصل، كان أقول كانوا، أو ظلوا، أو باتوا، أو ليسوا، أو ليس. الى اخره هذا الضمير بعربه ضمير متصل مبني في محل رفع اسم كان الخبر المنصوب بيجي على عده اشكال ممكن يجي مفرد احكي لك مش مفرد اسم ظاهر والاسم الظاهر ممكن يجي مفرد جمع ومثنى ممكن يجي جمله اسميه ممكن يجي جمله فعليه وممكن يجي شبه جملة كان أقول كانوا في الحديقة أو كانت في الحديقة كانت فعل ماضي ناقص مبني على الفتح يعني مبني على الفتحة والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب واسمها ضمير مستتر تقديره كانت هي في حرجر والحديقة اسم مجرور أين كانت في الحديقة على ماذا يخبرنا أنها في الحديقة في الحديقة بحكي شبه الجملة في محل نصب خبر كان أو خبر واحد من خواتها تمام إذا الأول بيطلب منا اسم كان خبرها تمام طيب تاني شيء السؤال الثاني شوف شو بيطلبوا منا بحكي لنا نوع الفعل المعتل. يعني فعل المعتل شو يعني فعل معتل شو يعني فعل معتل. الفعل المعتل يا ماما هو الفعل الذي يحتوي على أحد حروف العلة كالألف واو ياء، ها، هذا هو الفعل المعتل وتكون حرف أصلي تمام؟ وله أنواع وله أنواع. عندي أول إشي مثال. أن يكون حرف العلة وين؟ أحسنت في البداية، كان أقول وعادة وصالة وجادة، طيب رح تيجي تحكي لي طيب يوجد، طيب هل هذه الياء ياء في حرف علة؟ طيب هي موجودة هون صح؟ لا يا حبيبي، طلع يا أمي، هاي الياء هو حرف مضارع. وليس حرف علة ها حرف مضارع أنا بدي أفرق بين المضارعة وحرف العلة الأصلي لو شلته ها وجد ضل المعنى أو ضل الفعل كما هو نعم لكن طلع هون وعد عدا تزبط ما بتزبط إذا هذا الواو حرف أصلي طب وجد جد تزبط ما إلها معنى أصلا لذلك حرف العلة هو حرف أصلي ما بقدر اشيله واذا شلته ما إله معنى للفعل تمام اثنين عندي فعل معتل اجوف اجوف يتواجد حرف العله في الوسط وين بكون في وسط بحكي لك انا هاد مكاني اجوف ها مجوف مجوف في الوسط فانا بحكي مثل قال يقول ها راح تيجي تحكي لي نفس الاشي طب هاي في عندي يا وعندي واو هيا المضارعة انتبه هيا المضارعة طيب لو جيت وقلت لك يا ماما سأل هل سأل فعل معطل لا طب في عندي انا هون الف هذه ليست الف هذه همزة فهذا فعل صحيح مهموز الوسط فهذا ليس فعل معتل بدي انتبه لهاي النقطة ها تلات ناقص والناقص يا مس يتواجد حرف العلة في آخر الفعل آخر الفعل بالنهاية بحكي لك أنا ناقص ناقص يعني حرف العلة في نهاية الفعل مثل رمى يسعى يسمو او تسمو انا بحط لكم الياء ليش عشان تميزوا تفرقوا بين ياء المضارعه ويا اه الحرف العله تمام هذا فعل الناقص أربعة لفيف واللفيف ايش يعني ان يكون في الفعل حرف عله يعني بالفعل لازم يكون عندي حرفين عله تمام الاول لا بنقسم مفروق ومقرون قرين مفروق من اسمه من فرقة حرف صحيح اصحاب اتنين ما بيحبوا يشوفوا مع بعض بدهم يفرقهم مثل وعا ها يعني الواو والالف اصحاب بس العين بغار منهم الحرف الصحيح مغار من هدول الحرفين لا يفرقهم فبضلهم مفرقين بسميه حرف فعل معتل لفيف مفروق ليش؟ لأنه حرفين العلة متباعدان مقرون أصحاب متقاربين كيفك أنت وصحبيتك؟ تمام يعني ما بتقدريش تستغني عنها صح؟ نفس الإشي المقرون مثل كوا ها جنب بعض ما بيقدروا يفرق بيناتهم أي حدا مثل الفعل المعتل لفيف المفروق، تمام؟ بدنا ننتبه لهاي النقطة، وهيك أنا خلصت الفعل المعتل، نشوف السؤال تمام، أسند الأفعال إلى ضمائر الرفع ها شو يعني اسناد اسناد اخذناه بالتامن ورجعنا واخذناه كمان بالتاسع الفصل الاول اسناد ضمائر رفع متحركه ما دام بده رفع متحركه يعني انا نحن انت انت انتما انتم انتن هاي هي مثلا ساعه ايش انا هون بدي انتبه مثلا ساعه وبدي احكي يا ساعه بدي انتبه انه انا هون في عندي فعل ماضي وعندي فعل مضارع انا بدي امشي انا اسعى غلط اسعى فعل مضارع انا سعيت ها نحن سعينا انت سعيت انت سعيتي مش بالياء بالكسره انتبه علي انتما سعيتما انتم سعيتم أنتن سعيتن أنا هاي فعل ماضي هاي نيجي للفعل المضارع كيف هذا أنا أسعى هون بدي أسرق الهمزة وأحطها أسعى نحن بدي أسرق النون نسعى ها شغلة كتير بسيطة أنت تسعى لأسرق التاء لكن أنت تسعين هيا يا ماما يا المخاطبة في الأفعال الخمسة تمام؟ يا المخاطبة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل أنتما تسعيان أنتم تسعون وأنتن تسعينا رح تيجي تحكي طب هنا في يا حبيبتي هنا الياء تسعينا فبعرف فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسبة والنون ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل هون الياء يا يسعى الالف هاي تحولت لياء تمام هاي الاسناد حكت لكم اذا هدول ضمائر رفع متحركة طيب ما نوع الاسلوب في عنا اساليب كتير في منها نداء في عنا نداء يعني اسلوب نداء يا نهي بنهاك في عندي حرف نهي زائد فعل مضارع مجزوم لا تلعب بسميه اسلوب نهي في عندي اسلوب حصر او استثناء حصر ايش هي مثلا جاء محمد الا خالد يعني كلهم مثلا جاء الطلاب الا ها الا شخص واحد تمام؟ هذا بسميه لما اشوف الا هون عندي استثناء او حصر تمام؟ والسؤال الخامس هو عباره عن اعراب بدك تعرب لي اعراب او تعربي لي اعراب كامل تمام؟ هيك انا بكون شرحت القضايا اللغويه كامله وعملت لكم مراجعه سريعه بتمنى تكونوا بألف خير وبتمنى لكم عطله سعيده يعطيكم الف عافيه